رفع سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حصول فريق تو سيز موتور سبورت بقيادة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة على المركز الأول في سباق الخليج للتحمل جي تي ل12 ساعة للسيارات الذي أقيم على مضمار حلبة البحرين الدولية بمشاركة واسعة من فرق العالم. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة أن الرعاية الملكية التي تحظى بها مختلف الرياضات والفرق البحرينية في مشاركاتها الخارجية دافع لكافة الفرق لتقديم الصورة المشرقة لتطور الرياضة البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتجسيدا للدور البارز والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأوضح السمو أن حصول فريق تو سيز موتور سبورت على المركز الأول في السباق الخليجي يأتي امتدادا لنجاحات المتواصلة التي حققتها رياضة السيارات البحرينية في تمثيلها المميز لمملكة البحرين في المحافل الكبرى، مبينا سمو إلى أن الإنجاز دافع كبير للفريق في مواصلة حصد الإنجازات في الفترة القادمة. وأشاد سمو بالجهود البارزة التي بذلتها حلبة البحرين الدولية في تنظيم السباق وإخراجه بأفضل مستوى تنظيمي، وهو ما يعكس قدرات الكفاءات البحرينية. هذا وأهدى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة إنجاز فريق تو سيز موتور سبورت للسيارات إلى جلالة الملك المفدى وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا سمو بالدعم الكبير الذي حظي به الفريق من جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أشاد سمو بالدعم اللامحدود الذي حظي به الفريق من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى. وعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد الخليفة عن سعادته بحصول الفريق على المركز الأول، وقال سموه: لقد قدم الفريق مستوى طيب طوال مراحل السباق، وهو ما يؤكد مكانة الفريق وقدرات السائقين. وأضاف سموه إن الإنجاز الذي تحقق دافع كبير للفريق في مواصلة حصد الإنجاز باسم مملكة البحرين في المحافل الكبرى خلال الفترة القادمة، ونحن عازمون على مواصلة مسيرة النجاحات بإذن الله تعالى. وبعد ختام السباق قال الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في السباق.